الثاني من فبراير من عام 1975 انضمت السلطنة إلى عضوية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. الثاني من فبراير من عام 1982 صدر قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث بموجب المرسوم السلطاني رقم 10/82 ليضع الأسس العلمية والعملية السليمة للممارسات العامة والخاصة في المجالات البيئية في إطارها التشريعي الصحيح. الثاني من فبراير من عام 1993 وقعت السلطنة في نيويورك على الاتفاقية العالمية بشأن الأسلحة الكيماوية. الثاني من فبراير من عام 2009 استضافت السلطنة مؤتمر المنظمة العالمية للخيول العربية الأصيلة الواهو، والذي استمر 3 أيام بمشاركة أكثر من 50 دولة ومنظمة وأكثر من 420 مشاركاً. ناقش المؤتمر جملة من أوراق العمل المقدمة من مختلف دول العالم، وحضره أعضاء متميزون تجاوزت أعمار بعضهم 85 عاماً، فيما سجلت طفلة بوليفية عمرها 12 سنة كأصغر مشاركة. الثاني من فبراير من عام 2009 احتفل رسمياً بافتتاح طريق فهود لخوير بولاية عبري بطول 150 كيلومتراً، ليتم بذلك ربط آخر مرفق من مرافق إنتاج النفط الرئيسية مع بقية مناطق السلطنة بطريق مسفلت، إضافة إلى أنه يقلص زمن الرحلة براً من فهود إلى لخوير.